السلام عليكم. والبا مساحرة الأطفال هم المأكل اللي صنعوها في اللغة صندوق عبارة عن تلفاز وفيه صور تحكي عن هذا الكشفة روضية لحظة الإباء من مؤسسة الإبية أشاركوا بثلاثة ألعاب مقصة وصندوق المريكة وطرور المسرحية تكون على قصة على قصة بلد السنة سيد العاق الحن التي تدور حول طفلة تقوم بصناعة أنا والأطفال هذا المسرح و في هذه القصة. الرسالة هي عبارة عن صندوق المعرفة الذي يحتوي على مجموعة من الأسئلة وهي عبارة عن واقع اختبار دائرة الأطفال. والهدف هو كما قلت اللعبة هي عبارة عن دور وقلنا بسرعتها أنا وسلامة عمر بي يتم مشاركة الرجال. تقوم على نشرها إعداد بدها تحتوي على صورة وكلمة وحرف ويكون في هذه اللعبة ثلاث أطفال وشكرا أهلا معكم المربية سلمي من مدرسة العيقة العمومية أشارك في هذا المعرض بمجموعة من المنتجات من بينها هي عبارة عن القرائية الأولى عبارة عن لعبة قرائية اسمها لعبة كلمة عن حامل يحمل بطاقات بها صور وأسماء الكلمة وكلمات كلمة مجزأة هدف من دلوقتي تجيب الكلمة بالحروف المثقفة لإذن عن كاسة فمنها تجيب أنا للأطفال أرسل أنشودة هو الهدف ما هو الهدف الحواس وضرورة بالنسبة للانية وهي لعبة مصنع الغزل هي يقوم الطفل بقلب طفل لعبة تتابع مثل قطع ذلك اثنين صار الأصل من المربي أربعة والأصل اثنين ويقوم أصبح يعني أربعة من المربي أربعة منها هو جمع العدد جمع اثنين والعدد وشكرا أنا بشير من مدرسة سمجان مرة سمجان قد تسمى قد قصة بتفلة اسمها بحشاف وذلك لعبة قرائية قرأة وبتفلة هذه القصة حكتها لنا فلا اسمها بحشاف تمثال التمثال هو لسف الأحداث مهم أننا بمساعدة المرضى أننا قمنا بمساعدة كانت الطفلة حلة وصنعت وصنعنا هذه الأشياء بمساعدة المرضية هناك منزل هناك عزات وكذلك شجرة وكذلك وكذلك العقائية التي قمنا بها بمساعدة الأطفال هناك صورة وكذلك كلمات
كلمات، وكل قسم كمان الأطفال قمنا بالمحفر، كل مجموعة تأخذ لنا بطاقة وتترك لنا عن الكلمة التي تناسب هذا الصعب. الكلمة التي تناسب الثاني يبحث الطفل عن كلمة بيت ويضعها مكان مكان المكان مكان الكلمة. فكذلك قمنا المهم أن الوسائل التي أخذناها هي كلمات الصور لها وشكر مؤسسة مربية مؤسسة جمعية عهد المختار، حيث شارك المربية بتقديم الأطفال قصة تحتوي على صوريات حيث الأطفال بترتيب قصة وتأليفها، وكانت الكتاب من طرف السلام التي تعتبر حقيقة قصة بيت غف قام يألفها الأطفال وتركيب الحقيقة. هدف من القصة هو التعبير أولا، وبعد ذلك الاستماع للقصة. في المرة الأخرى قام مثلا بصنع مربيكات، هذا كان في أول التركيز، قمنا بصنع 6 مربيكات إلى القطع إلى المعقد. كذلك قام مثلا بصنع كراكيس لتمثيل القصة. عنوانها صنع كراكيس قصة القمر. بعد ذلك قام الأطفال بأطفال معدتهم، قمنا بصنع لعبة الكلمة والفعل كتكوت ووضعوه تحت عن القطيب ووضعوه نظري. في اللعبة الثانية قمنا بصناعة اسمها القطيب، طبعت 3 نقاط، والطفل يقوم بوضع الكلمة ساعة وسط هذه الطاقة في قلبه. وفي الأخير قمنا أخرى بالمربى بحروف مقطعة مكتوبة الأول الوسط الآخر، وتطلبنا الطفل بالبحث عن الحرف الموجود داخل القيمة المشابه للكلمة، مثلا يمكن وضعه هنا ليه. وفي النهاية قمنا بتأليف كتاب ألعاب صغير لم يتم استخدامه. بالنسبة للأوراق من المستوى الأول وسنقوم بها المستوى الثاني، هذا لأجل تنمية مهارة التخطيط لمساعدته في الكتاب للوصول إلى مرحلة الكتابة. قبل أن أنتهي، بما أن سوق مدينة وجدة حدث فيه تغيير جذري رائع، حيث قال انظروا بما حدث في السوق، فقال رسول السوق هو الفرق معيد. وهذا كله شكرا لجلالة محمد السادس على المجهود التي فرها في مساعدة الأطباء الوجدي. السلام عليكم، أنا سعاد من إعداد مربية المنطقة، بمساعدة الأطفال. الجهة الأولى هدف منها إعداد القراءة والتمييز بين الحروف. ثانيا هدف الثانية من إعداد الصدقة، هذا اسم يرسم ضمن الحروف وعليه عبارة تمثل كثرة ذات. اللعبة الثالثة تغذية، المستوى الأول والثاني تغذية غذائية متوازنة على تغذية متوازنة. ثالثا التجربة الرابعة تجربة الشفاء من الساحات ومتأجل على حول الفوق ويعطينا نص بديل التي نفاها. التحكم في التنفس دخول والخروج عند سعة الشهر وإطالة الزفير. هذه اللعبة المنطقة التحكم في العين والإرسال.
يا رب تكون الشمعة على هذا الشكل من جهة أخرى تكون مقلوبة. شكرا. السلام عليكم. أم رشيدة بشمتوف مربية تساهم مع الأطفال بصنع ركن المكتبة وهو من صنع بعض الكتيبات والتي الهدف منها هو تنميته للقراءة لدى الطفل وبعض الوسائل من الورق المقوم والصغيرة ثم بعد الغراء والمقصات للاستعمال ثم أشارك بنشيد ليتعرف الطفل على الحروف الهجائية الهدف منها هو المتعة والإنشاد والتعرف على الحروف ثم يومية نص السنة والهدف منها هو ربط البطاقة بالصورة المناسبة كذلك بالنسبة للمهن معرفة الصورة المهنة صاحب المهنة ويختاروا البطاقة التي تناسبها يعني ربط الصورة بالبطاقة ثم لعبة التعرف على أعضاء الجسم وهي الهدف منها هو كتاب رصيد مرضي ومعرفة أعضاء الجسم والوسائل استعمال ممر والمشاركين 6 أطفال كل طفل يلعب بطويل ثم لعبة تمييز الأصوات قمنا بصنع أقنعة وأحضرنا بعض الوسائل الموسيقية التي تحدث الصوت ليتعرف الطفل من أين يأتي الصوت وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم من الجهاز وزي كانت معنا من مالية تقوم تدفعات زي سوايا لعبة الطلاب عبارة عن لعبة الحروف وسائل لا دفنا لأداة القراءة لا دفنا لأداة القراءة ولكن لوحة الحروف الأم زائد بطاقة حروف صغرى زائد النبض اللعبة الثانية هي لعبة الزواق الواقية الهدف منها تقوية مهارة التنفس الشهر الزافير وسائل عبارة عن ورق ورقها زائد بيع بهما. اللعبة الثانية هي عبارة عن لعبة الحلوى والهدف منها التحكم في شفاه وسائل حلوى زائد خل. الكتيب هو عبارة عن النشاط الرابع وعبارة عن كتيب لمعجم صغيرات رمضان الهدف منه هو الإعلان للقراءة الوسائل ورق الخلوى زي صغيرات متنوعة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم ماري أم كتو مؤسسة بيمون مشارك في هذا التكوين المعرضي بأربعة أنشطة النشط الأول وهو عبارة عن قصة باسمها الإيمان والبرتغال الهدف منها خدمة مهارة الاستماع والتربية ومسيرة شريط بصورة في صندوق اسمه صندوق عجيب. النشاط الثاني وهو صنع الحروف الهدف منه خدمة التخطيط والكتابة وسائل سلالات أقلام بلدية تقطع وتقل الأطفال مثل تشكيل الحروف. النشاط الثالث وهي قصة ليلى والذئب في قالب آخر عبارة عن شاهد تلون من طرف الأطفال وتقدم هذه القصة على شكل مشهد تلون آخر. النشاط الثالث الرابع الأخير وهو يفيد القرآن الكريم الهدف منه حسن الاستماع وتحسين الحس الديني وزائله بطاقات ملونة أوراق ملونة آيات قرآنية وهناك مكعبات تفيد الفهم.